أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اللغة والأدب للسنة الثانية في مراجعة لأبرز ما سنتطرق له في الاختبار النهائي الرسمي لوحدة عائد إلى حيفا، حيث سيكون الاختبار عبارة عن كتابة مقال تحليلي لرواية أو لأحد فصول الرواية بالتركيز على عناوين أو موضوعات محددة، سأقوم الآن بالتنويه والإشارة إليها هنا. عند التحليل أو عند تحليل أي مقال أعزائي الطلبة، لابد من الإشارة إلى نوع المادة التي نقوم بدراستها. فنحن عند دراسة قصة أو رواية أو مناظرة، نحن ندرس مادة أدبية. إذن لماذا ندرس الأدب ولماذا يهمنا الأدب في حياتنا؟ فالفقرة الأولى والتي يطلب منكم تحليلها ستكون عن الأدب، فقد تبدأ بالكلمة المفتاحية إن الأدب مهم، أو إن الأدب وسيلة لتعكس حياة الشخصيات الشهيرة، أو إن الأدب مهم ليعكس معاناة الشعوب كما رأينا في رواية عائد إلى حيفا، حيث شبه أو نقل لنا معاناة الشعب الفلسطيني في ما حصل بأحداث النكبة عام 1948. ثم تبدأ بالتمهيد وتقول: وهذا ما حدث معنا في رواية عائد إلى حيفا تحديدا، وسأقوم بكتابة مقال تحليلي يخصها. أما الفقرة الثانية فلا بد من الإشارة إلى العنوان. ما علاقة العنوان بالأحداث التي جاءت في الرواية؟ لابد أن يكون في بداية الفقرة جملة مفتاحية كما ذكرت، فقد تبدأ: أما المدخل للأعمال الأدبية فهو العنوان، وعنوان رواية عائد إلى حيفا يدل على، أو يعتبر العنوان أول ما يقابل القارئ، بالإضافة إلى أنه العقبة الأساسية لدراسة أي عمل أدبي. وعنوان روايتنا عائد إلى حيفا يعطينا الأمل والفرح بالعودة إلى حيفا مهما طال الغياب، حتى وإن كان 20 عاما، ويعطي أيضا أو يدل على المكان الذي وقعت فيه أحداث الرواية وهو حيفا، لذلك نجد أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث. ننتقل إلى الفقرة الثالثة التي يجب الكتابة فيها عن المؤلف، فنكتب الجملة المفتاحية التي وضعتها هنا: يعد الكاتب ابن البيئة حيث يستمد قضية عمله الأدبي من واقعه. نذكر أن غسان كنفاني هو فلسطيني ولد في فلسطين، لذلك شهد معاناة الشعب الفلسطيني، وقد تكتب أبرز المعلومات عنه من خلال متى ولد، كيف استشهد، أبرز أعماله الأدبية، وبعضا عن دراسته وعائلته. ننتقل إلى الفقرة التالية وهي عن المكان والزمن. المكان والزمان هما الإطاران اللذان تدور فيهما أحداث الرواية، ولا بد من الإشارة إلى أن الرواية حدثت في زمانين مختلفين، فقد حدثت عام 1967 أثناء تذكر سعيد وصفية ما حدث معهم سنة النكبة عام 1948، ويتم الإشارة إلى أكثر من موقع حدثت فيه، فقد حدثت في حيفا وذكرت رام الله إضافة إلى بعض المدن الفلسطينية. الفقرة التالية: فقد يستخدم الكاتب العديد من التقنيات والأساليب التي تبعد القارئ عن الملل وتثير فيه المتعة والفضول لتكملة القراءة، ويجب عليك الاستشهاد بأدلة وأمثلة، فقد وضعت أمثلة على التقنيات، فقد تكون السرد عندما أبدأ بسرد الأحداث فأقول: كان هناك طفل في يوم من الأيام. الحوار هو كلام يدور بين شخصيتين وتعطيني أمثلة على ذلك، والوصف كأن أقول مثلا أطفال الحجارة، وصفتهم بأنهم أطفال الحجارة بدلالة على الجهاد والتضحية. ما هناك أيضا من تقنية. لا مانع أن تكون الأساليب الإنشائية في نفس الفقرة أيضا، فقد تعطيني أمثلة على الاستفهام والنداء والتعجب.
أما الحبكة السردية فهي عبارة عن ملخص لأقرب ما تم في هذه الرواية، فقد تذكر لي مثلا تدور أحداث الرواية حول شخصيتين سعيد وصفية، حيث خرجا من حيفا قصرا ثم عادا إليها بعد 20 عاما وقد فقدوا ابنهم خلدون، يعود إليه بعد 20 عاما ويجدوه قد طاردوه. وذكر بقية التفاصيل الموجودة لنهاية الرواية. وختاما، رأيك بالعمل مع الربط بعبارة البحث؟ في الختام، أتوقع أن الكاتب أبدع. عبارة البحث هي يبدع الأدب، فقد تقول الكاتب أبدع في طرح موضوع القضية الفلسطينية بما استخدمه من أساليب وتقنيات ومفردات، وهذا من شأنه أن يعرفنا بأهمية هذه القضية حتى نعيش بسلام إن شاء الله، ونتمنى هذا السلام للجميع. أعجبني العمل أم لم يعجبني؟ وجدته سهلا، وجدته صعبا؟ ما يهمك في هذه الرواية؟ هذا هو المقال التحليلي. لا تنسى الرجوع إلى المنصة والعودة إلى صفحة المراجعة، حيث سيكون فيها نموذج للدراسة وسيكون فيها تقييمات وأنشطة تساعدك أيضا. أشكر استماعكم، وكل عام وأنتم بألف خير.